عشان دي مرقة. ودخلنا جميعا إلى داخلها يزيد من حماسنا. واستمعنا إلى رواية التاريخ التي قصها علينا المنظم السيد كياس الحاج. وحسب ما دوناه على أوراقنا فإن قبل الثورة التحريرية وبأمر من الشهيد بن عبد الملك رمضان قام المجاهد المرحوم فرحي جلالي بحفر وتجهيز المغارة. ففي شهر جويلية 1954 شرع جاهزها في عملية توسيعها. والإيصال إليها عن طريق ممر سري إلى أن أنهى أشغاله. وبدءا من يوم 23 أكتوبر 1954 كانت قد جهزت وعقد اجتماع تحضيري بداخلها تحت قيادة الشهيد بن عبد الملك رمضان، تحضيرا لعملية الهجوم على مركز الدرك الفرنسي بسيدي علي للاستيلاء على الأسلحة. كما انعقد اجتماع آخر يوم 31 أكتوبر 1954 للتحضير أكثر بداخلها قبل الشروع في عملية الهجوم. وكانت هذه المغارة قد جهزت لهذا الغرض وقد حضرها كل من المجاهدين برئاسة صحراوي عبد القادر، كل من بلقني طيب وطاهر أحمد، وبرئاسة بلحميتي بن ذيبة، كل من مهنط العفيف بالقرنية محمد شوارفية عبد القادر وبالجيلالي يوسف. تقع هذه المغارة بالقرب من مكان معركة المحصر التي وقعت سنة 1957 القريبة من دوار أولاد بزيان، والتي قادها الشهيد راوية عبد الرحمن المدعو دحمان، وسميت بمغارة سيدي يوسف نسبة إلى الولي الصالح سيدي يوسف الذي كان في المنطقة. لقد جهزت تحت صخرة تكاد تغطيها حتى تبقى في سرية دائمة، مما يصعب على القوات الفرنسية قنبلتها وضرب مجاهدين بداخلها. وبفضل هذه الاجتماعات والتخطيط المحكم والمنظم تمكن المجاهدين من إحكام ما خططوا له والهجوم على مركز الدرك الفرنسي. وبهذا اعتبرت المنطقة من المناطق الأولى التي اندلعت بها ثورة التحرير الجزائرية. وبعد الانتهاء من الاستماع للقصة التاريخية خرجنا من المغارة حاملين بين أيدينا بعض من الحجارة التي كانت متناثرة بداخلها كتذكار زيارتنا.